ايه ده؟ بتعملوا ايه؟ هو مش ده بيتنا برضه ولا نظر جرى له حاجه؟ بعد الشر على عيونك يا حبيبي. اصل قولوا له انتوا بقى. ايه يا نينا؟ في حد حجز على البيت؟ ولا بيبيعوا العفش عشان تسددوا الايجار؟ ما قلت لك يا نينا، قلت لك سد ديونك كلها. يا حبيبي ربنا ما يحوجنا لحد ويخلينا حسك في الدنيا. بس نجيب، انا خدت شقه للعيله، شقه لوكس في مصر الجديده، شقه كبيره تليق بوضعنا الجديد، وقررنا نشون العفش ده في اوض الخدامين ونشتري عفش جديد. عفش جديد وشقه جديده، كل ده عشان نسايبه؟ اكزاكتمان. وكمان بطرته فرنساوي وبالاكسون. انا مش موافق على العزال ده يا نينا. ليه بس كده يا نجيب؟ حد يكره النظافه ومناطق الرقيه؟ ده بيقولوا مصر الجديده حته من اوروبا. ولو زي الجنه. انا بحب هنا، بحب ناس هنا. انا بقول نخلي البيت ده، يمكن نروح هناك ما نستريحش نرجع. نرجع فين يا بنت انت؟ احنا هنقطع علاقتنا بهنا نهائي. كفايه بقى سخنه البدروه. ايه؟ مش عايزين تقبوا على وش الدنيا خالص؟ خلاص يا نجيب، اخواتك شايفين شقه مصر الجديده احسن وتليق بيهم اكتر. يا ست خد الشنطه اللي هناك دي. يلا يا جماعه بقى يلا. مالك يا نجيب؟ سيبوني هنا يا نيل، سيبوني لوحدي شويه، واديني العنوان وسيبيني المفتاح، انا هبقى حصلت. طب انا هستنى معاك يا سيناجيب، مين هيخدمك؟ ومين هيفرش هناك؟ خد يا اخويا العنوان اهو. يلا بس يلا يلا سيبيه. اوعى تقفل بالمفتاح ده وتقتل صاحبة البيت والايجار مدفوع. نشكر ربنا. يلا يا نينا يا نينا يلا. امسك امسك يا جورج، تعال استنى. قدر على جبينك يا نجيب، كل مطرح تحبه تودعه، وكل بيت تبنيه يتهد، وبالفراق موعود يا ابن لطيفة. انت بتقولي ايه؟ انت هنا في غربة خلاص، غربة ايه؟ ده هنا بيتي، هنا ذكرياتي، هنا عشت وحلمت واتألمت وزعلت شوية، فرحت. ما عادش بيتك، الكون كله هيبقى بيتك ومطرحك. السقف بيضيق والجدران تخنقك يا فنان، وما فيهاش لعمرك عمرين. كلامك غريب قوي يا جوليا. زي حياتك يا نجيب. يلا للشارع، هتحس فيها بنفسك الشردة منك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.